شفتك مالك نية تسأل، قلت أنا وأسأل. قلت خليك على راحتك، تفكرين تشوفين تراجعين نفسك. يعني أنت واثق إن أنا اللي غلطانة؟ أنت غلطانة، أنا الغلطان. الغلط سهل، كلمة اعتذار تنهي كل شيء، لكن عدم الثقة كلام الدنيا كله ما ينهي. بس أنا واثقة فيك. الظاهر أنت نسيت إيش قلتي. لا ما نسيت. ميس، تبين تناقش بالموضوع علشان ينتهي مرة واحدة، ولا أنت جاهلة علشان يتكرر؟ أوكي يا معن، أنا تسرعت وقلت كلام مو صحيح، بس أنا كنت أحاول أسوي أي شيء يغيظك. كنت أبيك تتصرف أي تصرف يرضيني، تهزئها، تطردها، أي شيء. بس أنت فوت عليها الفرصة، وزين إنك فوتها. ميس، أنت تدرين كم عمري؟ أدري. طول الفترة اللي كنا فيها بالجامعة قد سمعتي إن أنا على علاقة مع وحدة؟ لا. هذا مو معناته ميس إن أنا ما كان لي علاقات برا، كان لي علاقات بس علاقات عابرة. شو اللي تبي توصل من هالكلام يا معن؟ اللي ظل بالجامعة 6 سنين وقدامه البنية وما فكر يعمل معاه علاقة، في قضون 3-4 أشهر يفكر يعمل علاقة؟ ميس، الفترة اللي طافت أنا فكرت في الانفصال. الله، وصلت لهالدرجة يا معن؟ أنت فيك كل المواصفات اللي أنا أبيها، ويمكن أحصل وحدة فيها نفس مواصفاتك، لكن لا يمكن أحبها مثل ما أنا أحب. عيش حقه توك تقول فكرت بالانفصال دامك تحبني كل هالحب. لانه يصعب علي اللي احبها كل هالحب ما تثق فيني. انا لما غبتك لهالفتره قلت يمكن تراجعتي. انا ما تراجعت، وكرامتي منعتني اني اكلمك من ثاني يوم، لكن قلت بنفسي كرامتي من كرامته، لازم اروح وصالحه. لحظة لو سمحتي. مو من حقك تمنعني. أنا ما منعك عن أي شيء، بس ودي أتكلم وياك. ما في بيني وبينك كلام. بس أنا عندي كلام ودي أقوله لك. من وين لك طلاقة اللسان هذه؟ كنت معاي بالمكتب كلمتين على بعض ما كنت تقول. يحق لك تطن زين، بس أنا ما بطرف في الموضوع اللي جاي أكلمك فيه. وخر وخر، أنا جاي أسلم على معن. أي صفة؟ صديقة قديمة. أصلاً أنت شكو. والصديقة تخرب بيت صديقها؟ نعم؟ خطيبته عنده. أدري. أدري إنك تدرين، وأدري إن اشتركت الشغل في شركة أخوه عشان تتفرغين للمراقبة. هالشيء ما بوصلت لنتيجة. ما أسمح لك عاد. أنا اللي ما أسمح لك. ممكن نقعد في مكان ونتفاهم؟ رعاية الحلال وصاحبة الشركة يبا، تبي تطلع على سير العمل؟ ايه ما قلنا شيء، حياها الله. تفضل يبا دلال، استريح. تفضل يبا، تفضل. استريح. هاي بو، يلا طلع الملفات اللي بالخزنة. ان شاء الله. شفتها من قبل. ما يخالف، الحجي قبل سنة، في امور وايد تتجدد الحين. تحبين تشوفين؟ كل شيء. تفضلي. يبا اذا وراك شيء تقدر تروح، ترى احنا مطولين. احنا؟ اي احنا، انا ودلال. دلال تبي تراجع الملفات، وانا لازم اتم يمها. يلا يبا يلا. أنا ما بتحرك من هني قبل ما أرجع الأوراق كلها للخزنة وأقفل عليها. ترى دلال صاحبة الشركة وراعية الحلال، ما بتبوق شيء. ما صار هالكلام، ما حد ياب سيرة البوق. حلالها ما قلنا شيء، بس هذه مستندات مالية، وأي ورقة تضيع مشكلة. خلها تشوف اللي تبيه،
أنا بعد ما وراي شيء. اطلعي شوفي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. رأيتك واسترقيتك من عين كل حسود، من كل عين مدورة يندب فيها عود. رأيتك واسترقيتك بالبخور والبنور، ربنا يحميك ويحفظك من أنفلونزا الطيور. رأيتك واسترقيتك من عين شمسة، رأيتك واسترقيتك تاني من عين شمسة، رأيتك واسترقيتك من عين كل اللي شافوكي ولا صلوش على النبي. يا منى يا بنت، انت امك اسمها ايه؟ قولي ما تكسفيش، قولي. ما ادري. يا منى، يا منى يا بنت الست شيخة. انا مو مصدقة، اكيد سمعتوا شي غلط. معقولة يعني واحد غني متعلم شاب حليو شبي فيني انا؟ ممكن بقى تهمدي وتتهدي شويه. ايه يا بنتي مستقليه نفسك ليه؟ ده انت زي القمر، بسم الله ما شاء الله. وبعدين الراجل من دول ما يحبش الست المستقليه بنفسها، يحب الست كده تكون متقنعره ومتنكه وعامله كده اهو فوقي. وبعدين الطيبون للطيبات، هو طيب وانت طيبه، ما تستكتريوش على نفسك. مو مصدقة راشد يبي يزوجني أنا؟ خطب منه؟ منى وكل شوي يسأل وافقت ولا للحين؟ منى ما غيرها؟ اي منى، يا بخت اللي بياخذها. عاد أنا قلت إحنا أهل وما في داعي للرسميات، قلت حق أخوي هات المليت وتعال. تقولين كذي عشان تقهريني صح؟ أقهرت؟ منى اللي عايشة معاش في بيت واحد، خطوبتها تقهرت؟ ظنيتش بتفرحين لها؟ فرح لها؟ منى اللي طول عمرها تحلم تاخذ طباخ، الحين تاخذ راشد ولد اخوك؟ وانتي اشتراك عن أحلامها؟ وبعدين راشد ايش في زود عنها؟ الاثنين لايقين على بعض، والله يهنيهم. خلصت كلامك؟ ومنتظر ردك. انت ما يهمك تسمعني، كل اللي يهمك تسوي نفسك طيب وخايف على مصلحة صديقك، وانا المفروض الشريرة اللي بدمر صديقك؟ والله اللي قاعدة تقولينه ليه اسم ثاني. انا جيت لاني بشتكي له. شو منه؟ مضايقات في الشغل، اخوه قام يدز لي انذارات. اخوه عنده 600 موظف في الشركة ويتفرغ لك انت بالذات ويطرش لك انذارات؟ اقصد رئيس قسمي. فتحي؟ اي فتحي. ما ادري منو اللي وزه الايام علي، ومو بعيده تكون خطيبه معن. فتحي ياما بعث لك رسائل وكتب شكر، والحين اعطاك انذار لان شغلك اختلف. ولو سمحتي خطيبه معن لا تدخلينها في الموضوع. انا ما ادري ليش اساسا قاعده اكلمك. لحظه، انت راضيه عن حياتك؟ نعم. عاجبك اللي يقولون عنك؟ انك خفيفه وقاعده تتقربين لمدير الشركه بكل الطرق. من يقول؟ شوفي انا الحين اكلمك كاخ، بغض النظر ان معن اخوي وربيعي، انت مو مهتمه بمعن لان في مميزاته وعاجبنك، لا، ان بالنسبه لك رد اعتبار، سد فراغ ورد اعتبار. انت ما تحس نفسك تافه؟ تعرف واحده معرفه سطحيه وبسيطه قمت تحلل شخصيتها وتدافع عنها؟ بعدين تعال، منو قالك تنصح وتفتي وتحلل شخصيات بعد؟ شكرا، كلك ذوق. عموما كل الكلام اللي بغيت تقوله قلته، وما عاد بينا اي كلام. سمعت معن مره يقول انك كنتي من اعقل بنات الجامعه واكثرهن رزانه واحتراما للنفس، وسمعت بعد مره يقول ان اكثر وحده كانت في الجامعه تحبك هي ميس. ما تلاحظين كنتي وكانت كلها افعال ماضيه؟ لا بسألك،
خليتي شيء عندك للمستقبل؟ صار لها شهور ما تكلمني عدل، حتى صباح الخير ما تقول، واليوم تكلمني بس عشان تغثني. تبي تفهمني ان منى اللي ما فيها شيء محب انخطبت قبلي، اخذها واحد ما تحلم فيه طول عمرها. انا حاسه ان امك هي ورا كل شيء، هي كلمت ولد خالك واستحى منها ووافق. خلينا من منى وعرس الغفله. قولي لي، في حد اتصل فيني؟ لا. وبعدين؟ بعدين شنو؟ في شيء غلط قاعد يصير، اول ما لحق على الشغل، الحين ايش صاير؟ انا حاسه ان في حد مسوي لنا عمل، يبي يوقف حظك وحظي. واخرتها شنو؟ ولد خالك الجديد يترك بنت الاصول وياخذ بنت الشوارع. ولا قالت لي شيء. انا اصلا ما عرفت ايش تبي، ناصر هو اللي يتكلم. انا ما ادري شو تحت راسها يا بدر. انا هالبنت صرت كني ما اعرفها، اخاف اقول لها كلمه ولا اسالها عن شيء تهب فيني وتاكلني بكشوري. صج تغيرت، حتى ضحك ما عادت تضحك مثل الاول، والشياب كل ما اروح لهم يسالوني عنها. وبعدين؟ وبعدين حطت المفتاح في شنطتها وقالت لي كلام مع امي. ولا قالت لي شيء، وعن شو بتتكلم؟ يعني في غلط في الحسابات؟ اي غلط الله يهداك يا شيخه، انت بتشككيني في نفسي. الحين انت بكلامك هذا تشككني في نفسي. شيخ انا خلاص تعبت، واذا هي بتدبر امورها كيفها. انا الحمد لله خلاص سددت رهنيه البيت، واذا احتجت شيء راشد ما بيقصر عني. عمتي كانت تبغينا نملك الليله، بس انا فضلت ناجل شوي، كنت حابه اسمع موافقتك بنفسي. ولا عشان تفكر اكثر؟ افكر في شو يا منى؟ انا عادة قبل اتكلم افكر الف مرة، ويوم اقرر شيء اكون مقتنع 100%. راشد انا مو مكملة تعليمي، وكل اللي عندي ثانوية، وما اعرف شيء. سكوتي اللي تشوفه هذا مو بهدوء، هذا لانه ما عندي شيء اقوله. بس لما تتكلمين تقولين شيء عدل مو بتافه. بعدين انت رجل اعمال معروف، يبي لك زوجة تعرف شلون تتصرف، شلون تتكلم مع الناس. طمني، انت جدين كل هالامور، انا كنت لاحظك بدون ما تحسين، طبيعية تلقائية مضيافة. منى، انا كل اللي طالبنا منك شيء واحد، انك تكونين مثل ما انت. خميس من فضلك امشي دلوقتي ونتفهم بعدين. يا حرمة يا حرمة، شو فيك؟ انا ببادي فرند مالك، الله يهديك، انا ريلك ريلك. يا عم ما انا عارفة، بس عشان خاطري عشان خاطري انزل دلوقتي، ما تجيبليش الكلام. ازاي؟ اسمعي اسمعي، عاد انا يا بشرت، ترى عمتي شيخة دفعت للمستشفى. هي وانا من العصر ابغى بشرت من العصر، لكن عاد امي طايح بي، يوديني منه يوديني منه مشاوير، الله يهديك. الحمد لله الحمد لله، بس برضه امشي امشي بقى امشي وخلصني، ما تحرقنيش اكتر من كده. شو حرقت قرطاس انت؟ الله يهديك، احرق شو بلا تدززيني. هاي انت شو تسوي هني؟ يا كلم حرمتي. انت ما تستحي على وجهك، بيت كله نسوان طالع فوق. ادل غرفة حرمتي ادل، يا يعطيها شيء وبروح. اقول لك انجلع عن وجهي، واياني وياك اشوفك هني. قلع على راسك، اقول قلع على راسك. صدق انك ما تحشمين حد؟ وترد علي الدقمه؟ الدقدقه ضروسك، اقول الدقدقه ضروسك. انت عشو شايفه عمرك؟ الشيفه شيفه والمعاني ضعيفه، لكن انت على شو مخوفه الكل؟ تحرين عمرك راحت البيت. خلاص بقى خلاص بقى يا خميس، معلش المره دي. سكتي انت سكتي، بعدين ما بعدين فهم وياك. انا راعيه البيت غصبا عنك، قبل شوي قلت لك ما ابي اشوف رقعه وجهك هني، الحين اقول لك تلم كل شماطيطك وما ابي اشوفك في هالبيت مره ثانيه. وانت مالك كلمه علي اصلا، البيت هذا بيت عمتي شيخه، انت اللي انجلعي. انا انجلع؟ صج من تكفو. طالع يرضيك يرضيك عاد. بس عاد يا خميس، بس عاد عورت راسي، خلاص روح انت ازيز، روحي غرفتك. عمتي انا ابغيك تاخذين حقي منها، انا ريال ابو عيال، هذه تمديدي علي؟ امديدي عليك وعلى اللي اكبر منك بعد. بس عاد عيب احشميني،
خالتي خل هو يحشمنا، يعني يرضيك اللي يسويه يدخل ويطلع بالبيت بكيفه. اذا كان هو تصرف غلط انت بعد تصرفك غلط. خالتي الله يخليك لا تكلميني كذي قدامه، طول عمري وانا المسؤوله عن هالبيت وكل شيء على راسي، يعني الحين مالي كلمه ما اقدر اقول عن الغلط غلط. ما حد لغى دورك يا شمسه، بس العدل عدل. تحملك المسؤوليه مو معناته انك تمدين ايدك على ريال بعيال عيب. عمتي لا تعوري راسك، انا اعرف ايش اخذ حقي منها. خميس عقب هالتصرف اللي سويته مالك يرسى في بيتي. والله قهر يا عمي قهر. قهر؟ تستاهل ولا بحقك. قلت لك لكنك ما تعتني. لا عمي هناك وناسه فله. ذوق اشرب. عمي ما ادري ايش استوى والله، اول وناسه صدق وناسه صدق انها فله. هاي الشمس وهذه مستجلب عافانا الله، حتى عمتي تخاف منها. ثمن كلامك وتحكي عدل. عمتك تخاف منها؟ ايه عمتي تخاف منها. عمتي اصلا ما بالاوليه لكلمتها ما ترد. ايش تبيها تسوي؟ تطرد بنت يتيمه مربيتها؟ ما تقدر اصلا ما تقدر. هاي اليتيم اللي تتكلم عنها ممكن تطرد الكل. بس تدري عمي احس عمتي شيخ استانست اول ما كفخت شمسه، ومن كثر ما هي فرحانه طردتني. انت كفخته؟ منى انا اسفه قوي ضيعت عليكي فرحتك. لا ما صار شيء، كل بيت يصير فيه مشاكل. اصل بيني وبينك كان صعب عليا قوي اشوف جوزي بيتضرب قدام عيني، حسيت كده ان هو طاح من عيني. ما تضحكيش، هو مش طاح من عيني قوي، يعني هو طاح من عيني بس نص ونص، صعب عليا قوي. كان ناصر انضرب ما طاح من عند دلال. وطي صوتك لحسن تسمعك. فرحانه انت طبعا، فرحانه ان خطيبك هو اللي ضرب مش اللي انضرب. بالعكس انا قاعده ارد على كلامك، والود ودي ما يصير مشاكل بين الاهل. طيب دبريني دلوقتي اعمل ايه؟ حبيبتي هذه الامور سهله وبتنحل ان شاء الله. الحين انت ركزي على علاج، وان شاء الله السنه الجايه هالحزه بيكون عندك ولد ولا بنت. يا رب يسمع منك ربنا. عارفه لو جبت بنت هسميها ايه؟ اكيد منى. لا مش منى خالص، انا حتى ما بحبش الاسم ده. يعني انت اسمك جميل بس انا مش بحبه قوي. هسميها شيخه، ولو ولد هسميه معا عشان يطلع طيب زيه. هالمرة أنا اللي عازمتك، بالمرة نتكلم بعيد عن جو البيت والتوتر. ليش الآن الشمسة مشتكي علي؟ وبعدين يما كل كلمة وقلتي لي شمسة. الحين أنت جايبتني هنا عشان تقولي لي هالكلام؟ أنت اللي تخليني أطلع عن الموضوع. تفضلي شو الموضوع؟ أولا هذا اللي اسمه راشد مو عاد يدخل بيتي عقب اللي سواه، وإذا هو يبي يقابل منى يقابلها برا البيت أو في بيت أبوه. وبعد من زمان ما حطيتي شيء في حسابي، أنا رحت أسحب وما لقيت إلا 2000. أظني أنت اللي قلتي لي لا تحطين في حسابي شيء، لأن مردود الفن وايد وفلوسك تدخل في حساب التوفير. إي أدري، بس بصراحة أنا تفاجأت، ما كنت أدري إنك تصرفين مبالغ كبيرة في باكستان وبنغلاديش وما أدري وين. وأنت من متى تلوميني على الأعمال الخيرية؟ إيه بس مو كل شهر، أقصد أنت كنت تلوميني على كل اللي أصرفه حتى لو في أعمال الخير. أنا عمري ما لمتش يا دلال، ولا تنسين أني أنا اللي علمتك تعطين وتسخين من صغرك. وإذا ألومك ألومك بس على الإسراف والتبذير. أنت كنت تحاسبيني وتخليني أقول لك في شنو صرفت فلوسي. أنا أحاسبك يا دلال؟ الله أكبر، علشان مرة ولا مرتين قلت لك وين تودين فلوس العقد؟ هذا أنت مسوية 4 مشاريع في سنة واحدة، وكل مشروع بيوصل 1,000,000، ومن فلوسي بعد. هذا شو تسمينه يمه؟ إسراف ولا تبذير؟ ولا لا اسم ثاني بعد؟ أنت حتى ما شاورتيني، شلون ينحسب عمل خير إذا صاحبة الخير ما تدري عنه؟ خنقتني العبرة يا معن، حسيت إني مجرمة، وبنتي اللي وهبت عمري كله علشانها هي القاضي. ما عرفت أقول شرد، أذكرها باللي سويته لها
أذكرها بتضحياتي، أذكرها إني رفضت إني أعزل نصيبي وهو أكثر من نصيبها. طلعت من هناك وأنا فكري مشتت، ما أعرف وين أروح ولا حق منو أشتكي، وكيف قلبي يطاوعني أشتكي من بنتي، بنتي اللي حاسبة إني أنا ألعب بحلالها. قل لي شو أسوي يا معن؟ أرد لها نصيبها وبري ذمتي، قل لي شور علي. لا يمه لا تسلمين هالشيء، الكلام اللي قالتها دلال مو كلامها. طول هالشهور اللي راحت وأنا أقول مو بكلامها، وهي تقد كلام وحط اللوم على فلان وعلان، بس إيه هي اللي تقول وإيه هي اللي تغث. علمت في أحسن المدارس علشان تتكلم عن نفسها وتعبر عن نفسها، والحين أسهل شيء أني أنا وإنت نقول إنه مو بكلامها. دلال ما يهمها أمور الشركة، لو تهمها الشركة كان استلمتها من زمان، الحين صارت مشهورة ولها طموحات غير. قلت لك دلال تغيرت وكلامها تغير، أنا حتى ما قمت أسمع منها كلمة زينة. خلاص يمه ما يصير خاطرك إلا طيب، إذا تبين أنا أكلمها لك. لا أخوي تعب، وإذا هي تبي تدير الشركة خلاص عليها بالعافية. مو هي اللي بتدير الشركة، وأنا أنصحك ما تلجئين لها الحل. أنا أدري أن ناصر وراها، بس خلاص شو أسوي يعني، هي صارت تثق فيه أكثر مني. خلاص يمه خلك حازمة معاها بهالأمر، وإذا صممت عطيها نصيبها وهي تتحمل كل اللي بيصير. صرت خاطري، أنا ما أدري شلون كلمتها كذي، بصراحة أنا يوم شفت دموعها بغيت أبكي. لا يا دلال لا، أنت لازم تقوين قلبك، أنت ما غلطت بشيء حبيبتي، ما سويتي شيء، إيه اللي تصرفاتها كانت هبلة. حتى أبوي بدل ما يمنعها واقف معاها، قاعد يرسل بهالحوالات، عباله بيدخل الجنة لما إني قاعد يصرف فلوس غيره. لا تتكلم على أبوك كذي. بصراحة أنا بالحق ما أعرف أبوي ولا غيره. أنا مستغرب منك يا دلال، أنت شلون ماخذ الموضوع بهالبساطة؟ فلوسك هذه فلوسك، مليونين ونص قاعدة تروح في مشاريع وهمية خلال سنة واحدة، وأنت زعلانة مني ليش عاتبتها بس مجرد عتاب؟ ليش تقول وهمية؟ كلها مدارس ومستشفيات وأدوات صحية حق المستشفيات. أنت ايش دراك إنها راحت فعلا في المشاريع؟ ناصر لا تحط في ذمتك، هذه أعمال خير وتنفع صاحبها. لو بتنفع صاحبها كان نفعتك أنت. أنت ايش قاعدة تسوي؟ لا شغل ولا مشغلة، حتى حفلة عيد ميلاد ما حد قال لك تعالي غني. لا تذكرني. بالعكس انا لازم اذكرك عشان تنتبهين اللي قاعد يصير حولك. بصراحه مديره اعمالك هذه وايد فاشله. لا تقول فاشله، شمسه زينه ومجتهده، بس ما ادري شلون هالايام. وبيني وبينك انا اصلا مالي مزاج حق شيء. لا حبيبتي لا، هذا شغلك، شغلك ولازم تهتمين فيه. توقعتك تقول احسن لك. معقول؟ معقول أنا أمنعك من هواية أنت حبيتيها وضحيتي بالعالم كله علشانها؟ مناصر اللي سويت شيء، لا يمكن أنا أوقف في طريقك. بس أنا بعد بقول لك المهزلة هذه لازم توقف، التوكيل اللي عندي بوي لازم يتوقف، والدفعات اللي قاعدة تنثر هني وهناك بعد لازم توقف. هذا حلالك يا دلال، فلوسك، تعبك، أنت لازم تديرين شغلك بنفسك لازم. وإذا أنت حاسة نفسك مشغولة ممكن تسوي لي توكيل وانا اديره، شو اسوي؟ ما فهمت. ما اعرف شو اقول لك، بس يعني اللي باينك ولد ناس وريال طيب، المفروض انهم يقولون لك. شو يقولون لي؟ انا يتيمه؟ مو على موضوع يتيمه، انا هم يتيمه، بس ما أعرف شو أقول لك. أنا سي شمسة، أنا أعرف إيش تبغين تقولين وهي عجبتني. عفواً أنا. أنت شو يهمك أمري؟ تخافين على مصلحتي؟ وما تخافين على مصلحة وحدة عايشة وياك في بيت واحد؟ تخافين على واحد ما صار لك كم من شهر تعرفينه، وما تهمك اللي عايشة وياك 25 سنة؟ مشكورة على الزيارة، وأتمنى لما تتكرر. أنا
حتى انا مصدوم. كنت عارف ان المجال بيغيرها. اي مجال؟ الغنى، الفن، الشهرة المزيفة. الفن مجال حاله حال اي مجال بهالدنيا، في صالح وفي طالح، بس الطالح مبين اكثر لان الفن ما له شروط معينة. بالاول كان اهم شيء للفن الموهبة، اهم شرط، بس الحين الوضع تغير. ودلال بعد موهوبة واخلاق عالية، لكن انا ما شكك موهبة دلال، لكن الاخلاق ما تتجزأ يا ياسر. اللي ما في خير لهلا ما في خير بالناس. معن انتوا كلكم بعدتوا عنها. ما بعدنا عنها، ميس ويارا راحوا لها بس رفضت انها تستقبلهم. معقولة؟ هذا اللي صار. شوف يا معن، انا صحيح مالي امل، لكن ما احب اي حد يذكرها بسوء. احب دائما اسمع عنها الاخبار الزينه وبالسيئه. شوف عاد، انا نفذت كل اللي قلت لي عليه، بعتها عن كل صديقاتها عشان ما حد ياثر عليها. في النهايه ما استفدت شيء. اي خلاص عاد، بتمين طول عمرك تستفيدين؟ كفايه اللي اخذتي. انا ما اخذت شيء، اخذت جزء من تعبي. جزء؟ لا غلطانه، انت هبجتي هبات كذي. انا يوم شيكت على حسابك تخرعت انصدمت. حسابي؟ شلون شفته؟ شلون ضله؟ عندي اصدقاء ممكن يطلعون لي كشف حسابك وين ما كان. مسكينه دلال، مسكينه بنت عمتي ما تدري عن شيء. اصلا احنا معظم الفلوس صرفناها على الهدايا والعطايا والاعلانات، بعدين دلال تدري عن كل شيء. اصلا طبعا دلال تصدق كل شيء تقولينه، وعمرها ما رجعت من وراك. عليك بالعافيه، انا مو حاسدك. على شنو تحسدني بالله؟ الشغل وقف والبركه فيك. بركه فيني؟ ليش انا سويت؟ انا جيت حق الشركات قلت لهم لا تتفقون وياها؟ انت اللي شغلها عن كل شيء، حتى الحفلات الخاصه قامت ما تروح، والسبة حضرتك عازمها على عشاء ولا غدا. شوف ناصر، احنا اتفقنا وانا نفذت الاتفاق وانت لا. والله عاد دلال بنت عمتي مسكينة، تحب تسمع اطراء وتحب تسمع مديح طول الوقت، وانا حاضر وممنون. اصلا ما حد يقول لها الحكي غيري. شوف انا احب دلال وما تهون علي، وما احب حد يستغلها. انا ما استغليتها، عمري ما استغليتها. بعدين لحظة، ترى بنت عمتي هذه إذا استفدت منها عادي، هذا من حقي. أنت اللي إنسانة غريبة وقاعدة تستفيدين أكثر مني. تروح وترد على نفس الكلام. ناصر، أنا مديرة أعمالها ولي نسبة من الأرباح، ولي الحق في التصرف في فلوسها لما يكون الموضوع لمصلحتها. أوكي، لمصلحتها. زين الشقة اللي أنت ماخذتها باسمك وبدون علمها بعد هذا لمصلحتها؟ ها؟ شقة من تعبي. بعدين انا عندي فلوس من زمان في البنك. هذه اللي فلوس بعد من عند دلال، ولا انت ورثتي ملايين من عند ابوك واحنا ما ندري؟ دلال تعبانه، انا حاسه فيها حرام عليك. احنا بعدناها عن كل صديقاتها واصدقائها، وفي النهايه ما عوضناها. تخيل ان الشيء الوحيد اللي هي تحبه ويسعدها الحين ما قامت تسوي. وبعدين شنو؟ لا يعني بعدين انت دير شركتها اوكي بدون مشكله، ما في مشكله ابدا، بس لا تمثل دور الخطيب او الحبيب. ناصر انت ما تصلح حق دلال وهي ما تصلح لك. انا ما اصلح لدلال. عيل اللي اصلح حق منه؟ اصلح حق واحده مثلك مثلا. شوف الموضوع ما يخصني، انا الحين قاعده اتكلم عن دلال. حرام عقب كل هالتعب اللي تعبناه علشان اسمها يلمع ينطفي بسبتك. اي بسبتي شنو؟ غلطانه انت. شنو بسبتي؟ انا بطفي دلال؟ دلال لو عندها مديرة أعمال كفو كان استمر شغلها وتم حسابها مليان بالبنك، بس أنت مو كفو. بس عاد اسمعني زين، دلال مو غبية مثل ما أنت متصور، وإذا دلال تركت الفن بترجع حق شركتها، وإذا دلال أدارت شركتها ما حد يقدر يقص عليها بدرهم ولا حد يقدر يستغلها. ولمعلوماتك الخاصة تأكد أني راح أوقف وراها.
ما قدرت اصحى. قالوا لي حساب التوفير مشترك ولازم توقيعك انت وامك. ليش ما قلتي لي علشان اروح معاك البنك وتسحبين اللي تبغينه؟ وانا ايش دراني ان الحساب مشترك؟ على بالي اني حره في فلوسي، بعدين اول مره اسمع عن هالشيء. كم تبغين يا دلال؟ ابيك تجين معاي وتلغين الحساب المشترك. قولي لي انت كم تبغين وانا اكتب لك شيك. ليش؟ انا ما اقدر اتصرف؟ لازم في كل مره ارجع لك؟ ما كنتي تشتكين من هالشيء من قبل، وانا عمري ما قلت لك لا. الحين انا كبرت وما احب كل شوي اطلب، تعودت اكون حره في الصرف. خلاص باكر اروح معاك البنك. وفي شيء ثاني بعد، خالي كبر وما يصلح يدير الشركه، ابيك تلغين التوكيل وتكتبينه باسم ناصر. اسفه. شنو؟ شو توقعيني اقول لك؟ ان شاء الله وحاضر. يما انت ما تشوفين المشاريع في الديره؟ كل خمس دقائق مجمع وعماره، وخالي حضرته فاتح له الشركه حق شرب الشاي. لا، ويدفع حق موظفين ما يسوون شيء بعد. يعني طول هالعشرين سنه ما سوى شيء كلش؟ لو واحد غيره سوى اضعاف اللي سواه في نفس المده. حتى الارباح اللي انت مستانسه فيها، ثلاثة ارباعها رايحه على مشاريع ما ندري عنها، على انها اعمال خيريه. اقول ليش ما تتصين في ناصر يقول هالكلام قدامي، بدل ما انت ترددين كلامه مثل البغبغاء. ايش دخل ناصر؟ خلصتي من شمس افتريتي على ناصر؟ ليش؟ ما اعرف اتكلم، ما اعرف افكر. انا درست اذا كنت ناسيه، ونظام الشركه قديم وما يصلح. عاد هذا القديم عاجبني انا، وناصر مالك هذا ما له دعوه في شركتي. هذه شركتي. شركتنا انا وانتي، ولا تنسين ان اسهمي في الشركه اكثر من اسهمك. خلاص عيل، اعطيني نصيبي وتمي مع اخوك لين تغرقين. انك غلطانة؟ توقعت تقنعني بهالشي، بس ردها خلاني احس ان انا اللي صح. انا ما اشك في ذمتها، هذه امي، لو تاخذ اللي تاخذه حلال عليها، بس تتصرف على اساس ان مالي راي. ارض حق اهل خميس، ارض حق خالي في عجمان، مسجد في باكستان، مدرسة ما ادري في وين. يعني تتكرم من مال غيرها، والله يعلم بعد ايش خذت حق هذه اللي اسمها منو، اللي طايره فيها ما ادري على شنو. المشكله ان خالي موافقها على كل شيء، ما يقدر يعارضها لان اجير عندها. ايش بتسوين بنصيبك؟ ما ادري. يعني ما فكرتي؟ ما ادري، بسأل ناصر. اللي تشوفين انت يمشي، وانا قلت لك من قبل انا خلاص تعبت ومالي حيل على الشغل. بس مو بهاين علي افض الشركه يا بدر. دلال هذه صغيره مو فاهمه شو لازم تقول، ما تعرف ان هالشركه هاي هي الاساس. بس الكلام اللي قالته كلام واحد عارف ايش يبي. تدرين عاد خلاص سلميها حلالها وريحي قلبك. اتصلت بالمحامي؟ ايه باكر بجي وبسلمك للاوراق. لا ضيقين صدرك يا اختي، كلهم كذي لين كبروا وينقلبون، لكن عقب الله يهداهم ويردوا. عقب متى؟ يوم تنكسر القلوب؟ يوم الواحد ينتهي من هالدنيا؟ ما كنت اتخيل ان الدلال ممكن تتغير بهالشكل، وبالذات علي انا. صدمتي فيها كبيره وايد ما تنوصف يا اخوي. ايش دراك؟
تركت لي مسج عند السكرتيرة. أنا حبيت أجنبك موقف بايخ، كان برجع الزعل بينك وبين ميس. الله ياسر، صدق إنك رفيج نمرة. شوف، البنت ترى طيبة مثل ما قلت، لكن ذهنها مشوش، مرات تتصرف بمنطق، مرات ترى تخورها. لا عاد أخوي، أنا داش على زواج، مفاضي أنا عق ذهن مشوش ما مشوش. تعال، إيش رأيك؟ تتزوجها ونضرب عصفورين بحجر. حسبي الله على إبليسك يا معن، هذا وين أربيعك؟ ليش؟ روزة إيش فيها؟ طيب قول إيش فيها؟ أقول لك ما أحبها. خلاص خلاص، إيش فيك عصبت أنت كذي قاعد غشمر وياك؟ اسمع، أنا قدرت أقنع ميس إنها تبدي معاها الخطوة الأولى، وإن شاء الله تنجح. أنا ودي الكل يحب ميس، ما بيحد يزعل منها، ودي يحبون ميس مثل ما أنا أحبها. هاي يارا، جايبت لك بطاقة عرسة. مبروك. وجايبت لك بعد هدية أحلى. ممكن ندش؟ خالتي، شو رأيك نوم أنا وياك نعمل قهوة غير شكل؟ يلا حبيبتي. روزا، روزا، إذا جاي تتكلمين عن معن خلاص مبروك عليك. أنا أبي أسألك سؤال وأبي رد صريح. معن شنو بالنسبة لك؟ سؤالك متأخر، على جوابك تسمعين كلام جديد. وإذا قلت لك أبي معن كزوج بتهدينه؟ ولو على قولتك تركت لك أو تخليت عنه، تعتقدين ممكن أنه يتقدم لك؟ معن ما راح يتقدم لي. علشان خطبني؟ لا، عايشين برايج. معن ما يفكر فيني كزوجة، بالنسبة له واحدة تثير الشفقة أكثر من الحب. وهذا رأيك بنفسك؟ هذا رأيكم كلكم فيني. معقولة يا روزا؟ كل هالسنين اللي عشتيها معانا ما تعرفين رأينا فيك؟ ميس، انت ليش جاية؟ جيت أدور على صديقتي القديمة اللي أفرح لها وتفرح لي. روزا تغيرت، مو روزا تعرفونها. أنا ما جيت أدور على روزا اللي ما أعرفها. لا تحسسيني بالذنب وتطلعيني بهالصورة. أي صورة؟ بصورة البنت الوحدة اللي ما أدري. بس لا تحسسيني، لا تحسسيني إنك أحسن مني. أنا فعلا ساعات أحس إنك أحسن مني. شلون؟ أنتي طلعتي الأولى على الدفعة وأنا تخرجت بدرجة جيد. أنا أفكر بالأزياء والموضة والسفر، وأنتي تفكرين تخلصين علشان تشتغلين وتشيلين مسؤولية إخوانك وتساعدين أبوك. أنا اللي ضيعني إني حبيت أعيش نفس مستواكم. أنتي فعلا عشتي مثلنا، والباقي هذه كلها كماليات ما تهمك. أنتي لولا أن ناصر اعترف. ما في داعي المبررات، أنا غلطانة، أدري أني غلطانة، واللي أثبت لي أكثر يا جيتك. أنا آسف، بس للأسف أنا غلطانة وماني قادرة أتراجع.